مبروك لنصر هارد لك للدفرة. توفيق، بما أنك بتحب النصر، وهنا النصر مدربه كان مدرب الهلال دياز. إيه. شو؟ أنا أحب الشارقة في الإمارات. طيب هون النصر وزفرة، شو الوضع؟ الوضع يستحق نادي النصر، يعني مباراة الذهاب مباراة الإياب استحقها حقيقة، قدم مستوى أفضل. الظفرة يعني ما كان كان واضح عليه إنه ما حيستطيع إنه يتجاوز نادي النصر في هذه المباراة. شاهدت لقطات كثيرة من هذه المباراة، كان واضح التفوق النصراوي. عجبني قال إنه واضح إنه الظفرة ما حيلا. لا لا لا، كثير واضح إنه ميكال المدرب الجديد، هي ثاني مباراة مع الظفرة. المباراة الماضية فاز على عجمان 3 في الدوري، وخسران 3-1 في الذهاب، ما عمل اي مباراه مصطفى، لعب بطريقه الزفره اللي بيلعبوا فيها في هذا الدوري، انه نحن عم نلعب التكتل الدفاعي معتمد على الهجمات المرتده. يعني انت فريق خسران، يعني زفره اليوم لعب مباراه دوري لياخذ نقطه، وليس لعب مباراه انه خسران هو 3-1، ومقتنعين بهذا الشيء. معناته مش اولويه البطوله، لا 100%. مش بس الزفره، في كذا فريق، كذا نادي مش اولويه. طيب.